كل واحد كيفاش كيتالى فين كل واحد كيفاش كتاب الامراض ديالو كيفاش كيعطي الله سبحانه وتعالى كيجازي في الدنيا قبل الاخره. هذا خلاص هذا العذاب ديال الاخره هذا هو الاكبر ان شاء الله تعالى بحول الله وقوته. ولهذا حنا حزنا امر الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي غنضر فينا ونشوف فينا بمعنى الكلمه. عرفتي شنو هو الباشا ولقيت يقول لك سير بحالك ما نعطكش. السلام عليكم، انا سميره من دوار مزيريره. كنطالب من الناس المسؤولين يشوفوا من حالنا، راه حنايا كنعانيو في هاد المزيريره هادي، راه لا ما لا حتى شي حاجه، راه حنا كنعانيو بمعنى الكلمه. كنطلب منكم الناس المسؤولين عاودوا النظر في هاد الشيء ديال هاد الشيء ديال الملف ديال المزيريره اللي كتقولوا راه سالات. الله يرحم لكم الوالدين، لما عاودوا النظر وشوفوا من حالنا. الله يرحم لكم على الوالدين، راه حنا مكرفسين لواحد الدرجه اللي ما تصورش على البال. حسوا بينا خوتنا، حسوا بينا. الله يرحم لكم على الوالدين، راه حنا فقراء وما عندناش وما حالناش. الله يرحم لكم على الوالدين. واش انا اللي عاطيني الشوكيه فين غندي هاد الدراري؟ فين غنمشي؟ فين؟ راه ما عندناش حتى باش نكريو، بقالنا عا باش نخلصوا حنا هاد الشوكيه. الله يرحم لكم على الوالدين اللي ما عاودوا النظر في هاد الملف وشوفوا من حالنا وشوفوا من حال هاد الوليدات. الله يرحم لكم على الوالدين. انا وليدي قالوا لي دي معاك ولادك ثلاثة، وأنا ما عندي كي ندير لي ما وليدي، ثلاثة الأولاد، كل ولد جوج ثلاثة، ما عندي كي ندير ليهم، أنا معايا ولد ومعايا بنت، بريت ما كان ندير ليها، عندي ويت ندير على الترويد ما بغاو يعطيوني لا ورقة لا والو، وفي ليا لاكارت ما بغاو يبدلوه ليا، وأنا مريضة، هادشي اللي كاين وليدي، حنا الحناش محنونا الفاع حاشاك وليدي الكلاب، المشاش. وياكلونا كاك وياكلونا. حنا راه شي 16 عام هادي ولا 17 كاك شي 17 عام حنا هنايا. جالي حسا وما لقانيش كاين هنايا، لقانا خارجين انا والوليدات والراجل، وملي جالي حسا دازو داروا لنا كار وعد الباب. السلام عليكم، معكم عائشة العليوي قاطينا انا من الناس ديال الساكنين في دوار مزيريره. يعني حنايا كنعاني وكنمكرفسين، يعني واحد الحاله يرسلها مكاينش اللي يسول فينا ولا اللي كيجي عندنا، وحنا من نهار الخميس وحنا امام العماله وما كاينش اللي تسوق لينا، يعني الناس كلهم كيعانيو. انت انا كعيس بالمراسلات هذه صيفطه وزاره الداخليه، يعني وكيجاوبوني يعني في العاو في العماله، وكنمشي للعماله ما كاين جواب، كيديروا لك بحال ديك الكره غاده جايه، ما كاينش اللي كياخذ بيدك. وانا كنوجه هذا الشيء للسيد العامل وصاحب الجلاله نصره الله، يشوفوا من حالنا، والناس المسؤولين يشوفوا من حالنا. حنا عندنا وليدات، عندنا اسر، حنا هنا ناس دراوش على قد الحال. يعني انا كنتمنى من الناس وصاحب الجلاله نصره الله، الله يخليه لينا مالكنا، يشوفوا هاد الناس، يشوفوا من حالنا. حنا مكرفسين واحد الحاله يرثى لها هنا.